مصطفى الاغي ما بتاع بطوله الحلم. يا ابني بطل الهبل اللي انت فيه، بضيع فلوسك على المراجيح وشويه على المشاريع الفارغه وشويه على المسابقات اللي لا بتكسب ولا بتربح، وفاكر نفسك فهلاوي. يا ابني انت هبل وريالتك تملطش. هو جلب وموز لسه في منه في التلاجة ولا خلص؟ والنبي ما في التلاجة الا دمك يا بعيد. انا نفسي كده تاخد بالك من شغلك وتركز وتسيبك من الهبل ده كله، شغلك اللي هيعيشك. لا شغلي ايه بقى ماما؟ عم انا مش رايح البنك تاني. يا لهوي يا خدت في ابنك يا رجاء، يا دي الشيلة ويا دي الحطة، رحنا على جمل وجينا على بطة. واحدة واحدة بس يا حاجة، بطة ايه وجمل ايه؟ انا اشتغلت انترنت بانكينج. نعم يا روح امك، وده يطلع ايه ده؟ يعني هو هشتغل من البيت يعني عن طريق الانترنت، عن طريق بقى الموبايل واللابتوب وكده يعني. وعلى كده هيدوك فلوس؟ لا كروت شحن. اكيد يا ماما هيديني فلوس مش شغلي يا حبيبتي. انا اول مره اسمع ان في واحد يقعد في البيت زي النطة ويلعب على الموبايل ويقبضوا فلوس. الدنيا اتغيرت دلوقتي يا ماما، يعني دلوقتي شغال على النت وان شاء الله مرتبي هينزل اول كل شهر على الراوتر. الميزه بقى يا ماما في الانترنت ده ان انا هاخد مكافاه في عيد راس السنه الماليه. لا مدام راس السنه الماليه يبقى ربنا يجعلها هابي نيو يير عليك. يا صالح يا صالح، ما تقوم تفتح عشان تكمل شله المعاتيه. بالراحه، بيوت الناس ليها حرمه. طب خلي بقى اللي خايف على حرمته تترمل يكلمني ولا نص كلمه. يا صالح في ايه؟ خير؟ جايبنا على ملا وشنا. ايه ده بس عشان موجود؟ ايه ما جوه؟ هي هتاكلك. خش يا عم. في ايه؟ خش. السلام عليكم. زي حضرتك يا طنط، اخبار حضرتك ايه؟ ما شاء الله وشك منور بدر. قمر يا طنط. الا قول لي، هو ابوك لسه حرامي بياكل مال الغلابه ياض؟ حضرتك ليه يا طنط كل ما بتشوفيني بتقولي لي الكلام ده؟ ما اصل اللي عنده فلوس قد كده يبقى يا حرامي يا جاسوس. انت ابوك جاسوس ولا؟ ميرسي يا طنط، كتر خيرك، تسلمي. يلا يلا بينا، خش خش خش. يلا نخش. ايه بس ثواني بس، صندوق طبيخ الحاجه. ده انا جعان قوي والله. يا نهار اسود، انت بترمي السيجاره في الارض؟ عايز تولع لي الشقه؟ انت فاكرها الزريبه اللي انت عايش فيها؟ جرايه يا ام صالح. انت ايه ام صالح دي؟ هو انا الخدامه اللي بتنضف لكم البيت؟ ليه ماليش اسم تناديهولي؟ جرايه يا صالح، انا ساكت عشان خاطرك انت. لو النبي ما تسكتش. خش عليا يا عصر، عايز تضربني؟ جرايه يا ام صالح في ايه؟ ما تضرب. الله خلاص يا صالح، صل على النبي، صل على النبي. انا ساكت عشان خاطرك انت. خلاص يا حاجه، صل على النبي بس. معلش ضيف برضه. وطي. لا هنضرب بالقلم. وطي. لا ابو وطي، هات السيجاره. حاضر. ايه انت بتدهاني؟ روح ارميها في الزباله. روح ارمي ارميها في الزباله. اهو خلاص خلاص خلاص. معلش يا صالح، خلاص بقى معلش. خش اجري على الاوضه، اجري على الاوضه. يلا انت اتجننت يا صالح؟ عايز تسرق البنك؟ يا ابن اللعيبة. بصرة، ايه اللي انت بتعمله ده؟ قلعت ليه؟ زملاء يا ابني، خلاص بقول لك حرامية. مالكش دعوة بيا، اثبت شهادة انت وهو. اللي هيتحرك مكانه هفجر نافوخه. ليه يا حبيبي؟ هو عزا يا ابني. اقول لك خلاص، ما انت خايف من ايه؟ ما انت لابس الجوانتي. ارمي ياد السلاح اللي جنبك ده. ياه ليه يا شبخ؟ ما الحاج قال لك اللي احنا زملاء. زملاء؟ ده انتوا هيطلع عين اللي جابوكوا. يخص بتسرق مكان اكل عيشك؟ دي شغلانه لمت يا جدعان. فين القيم؟ فين المبادئ؟ غلطه والبني ادم غلط. طب تصدق تؤمن بالله؟ لا اله الا الله. انا لو عارف انتوا جايين تسرقوا والله ما كنت جيت جنب البنك. صادق يا حبيبي. ما خلاص يا انت هتشحت. في حد هنا في البنك غير اللي في مكتب المدير فوق؟ لا يا باشا، كل اللي في البنك فوق في اوضه المدير. خدهم يلا واطلعوا على الناس اللي فوق. لا والنبي هبص ايدك. الناس اللي فوق عارفانا، ولو عرفنا كنت جاي اسرق البنك هيتخرب بيتنا. ما انت عايزني اعمل ايه يعني؟ اسيبك عشان تروح تبلغ عنا؟ اروح ابلغ اقول ايه طيب؟ كنت جاي اسرق بنك وناس جت سرقته مكاني؟ لا طبعا. طب اقول لك على حاجه، سيبونا هنا على حاطط ايديكم كده، وانتوا وشوفوا اكل عيشكم واتكلوا على الله، واحنا هنمشي وراكم. بقول لك ايه؟ خلص الكلام، هتطلعوا فوق يعني، هتطلعوا فوق. خلاص سيبوه. سيبوه ازاي يعني؟ شباب لسه في مختبر العمر، اديهم فرصة تانية. تشانس. احنا جايين نربي أجيال. تعال عايزك ثواني. ده أنا؟ تعال عايزك.
صالح هما بيقولوا ايه؟ هيموتونا صح؟ هيموتونا. ايه ده حبيبي شكلها كده؟ اسكت اسكت. نعم يا سيدي. ايه؟ هنسيبهم مطلوقين في البنك كده؟ يا ابني دي ناس طالعه على اكل عيشها. سيبهم يقلبوا رزقهم في شبابيك الصرافه واحنا كفايه علينا الخزنه. اكل عيشها ايه؟ هما فرشين بخضار جنبينا. بقول لك ايه؟ احنا اتفقنا. دخول البنك والسيطره عليه بتاعي. ما تخلينيش اندم اني جبتك معايا. انا لولا ان عارف ان مفيش غيرك هيفتح الخزنه ما كنتش جبتك معايا يا شوكت. ولا انت هتكبر عليا ولا ايه؟ اسف. تكبر على ابوك؟ اسف. مين اللي علمك السرقه؟ انت. اسمع حضرتك. حضرتك. اغصى عليك يا زمن. ولو جه اليوم اللي عيل صغير يجي يعلم شوكت ايه الصح وايه الغلط. انا اسف يا شوكت. اسف ايه؟ يا بابا. مش سامع. يا بابا. يا ريت صوتي على شويه. اسف يا بابا. بس برضه ما مفيش بس. خلص الكلام. هي كلمة أنا قلتها. هتسيبهم يقلبوا رزقهم حتى يا أخي عشان ربنا يبارك لنا إحنا كمان. جايين. خلاص كده كده جايين. خلاص ما تقلقوش. أنا أقنعت لكم ابني منير. ما شاء الله هو ابن حضرتك؟ أيوه ابني. جاي على أربع صبيان. ما شاء الله. بس عصبي قوي. آخر عنقود بقى. عصب لمين بقى؟ أمه كانت مجنونة، مرة دخلت لقيتها ماشية على إيديها. ما خلاص كفاية لك تبقى على العق. اسمع عاد أنت وهو. أنا همشيها المرة دي عشان خاطر الحاج. أنتوا مالكوش غير في شبابيك الصرافة. أي حد هيروح هنا ولا هيروح هنا هعمل معاه الغلط. لا 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 يا نجم. الكلام ده لا مؤاخذة لا ياكل ولا يشرب معانا. أنا شايفك أنت والحاج عمالين تتشاوروا وأنا ما فتحتش بقي. اسمع مني بقى نهية الكلام ومحبسه. اوعى تفتكر ان احنا عيال خبقات، لا ده احنا من هنا ورايح، وبعدين احنا دخلنا المكان ده قبلكم، واحنا عشان عيال رجاله واولاد اصول الفلوس بتاعت البنك ده هتتوزع علينا 50-50، يعني نسبه 70-30، واي كلمه زياده مش هتخلص مش ياكل. خلصانة بالشياكة؟ هي خلصانة يا فندم. طيب انت هتاخد الرجالة معاك وتسبقني على الخزنة وانا هطلع أأمن الرهاين اللي فوق معايا يا أكسر. يلا يا رجالة. مش قلتلكم عصبي؟ مساء الخير. والله ما حد يتحرك بمكانه. يا جماعة أنا غريب؟ في حد منكم معاه موبايلات؟ لا ما هم خدوا مننا كل الموبايلات تحت في الريسبشن. طيب انتوا مش محتاجين اقول لكم لو حد فيكم حاول يتحرك. ماجي برضو نبهولنا عليها جامد، قالوا يتحرك من مكانه هنزعله قوي. برضو مش محتاجين اقول لكم لو حد فيكم فكر يبلغ البوليس. ما دي برضو قالونا عليها، بس دي بقى نبهوا عليها بالاخص يعني. طب ايه؟ انا كده ماليش دور، استاذنك انا؟ لو سمحت. ايوه. انا عندي مشكله. تاني؟ اصلا انا عيانه وباخد دواء، ولو ما خدتوش انا ممكن اروح فيها. يا نهار ابيض. خف ايدك يا صالح. شفت؟ ادي اخر فتحه صدرك يا شبع. لعلمك بقى انا لولا الفردتين اللي واخدهم على الصبح والله العظيم ما كنت اعرف احط رجل على الارض. اشرح لنا بقى في فوائد البرشام. لولا الفردتين انت واخدهم دول ما كانش دماغك اتسحبت من لسانك. طب انا اتسحبت من لساني واتجعرنت؟ انت بقى طلعت خلاصه ومش خلاصه وسلاح من غير رصاصه. طبعا انا مش فاهم ولا كلمه من اللي الحيوان ده قالهم دلوقتي. وانت سمعنا اصلا؟ طيب احنا بقى نتصرف في الحوسه. وطي صوتك. وطي صوتك. احنا نتصرف في الحوسه اللي احنا فيها دي ازاي؟ انا بعشق النجاة الصغيره. انت تعرفي ان النجاة الصغيره تبقى اخت سعاد الصغيره؟ اخت سعاد حسني. طبعا عارفه. بجد؟ طبعا. طب تعرفي ان سمر يسري تبقى اخت سامح يسري؟ اللي هي سمر والرجال تبقى اخت سامح والرجال. استغفر الله العظيم يا رب. جايين نسرق حصاله عيل صغير. ده اكبر ورقه فيهم ب 20. بلاش برطمه. اخلص معاك كام؟ 3334. ها وانت معاك كام؟ معاك كام؟ حاضر هعدهم. انت بتعمل ايه؟ بعمل ابراج. 58732. حلو. معاها 62,066 جنيه. الحمد لله على قد كده، وإن كان على فلوس العربية والسلاح في 60 داهية، أنا مسامح فيهم، بس يلا نمشي.
انا مش همشي. عندك حل تاني؟ ان شاء الله حتى ننزل نثبت الناس اللي تحت دي وناخد الفلوس اللي في الخزنه كلها. هتثبتهم ازاي؟ بضفر صباعك؟ انا اتخذت على اخوان على فكره. صالح شوف لك حل في الواد ده علشان انا اتخنقت منه وزهقت. صالح انت ايه اتطردت انت كمان؟ اصل في حل واحد لو لفق هيظبطنا كلنا. طب ما تقول يا ابني عليه. الاي تي ام هو ده الشغل يا نجم. احنا نخطفهم ونطلب فديه من السفاره. هم ايه دول؟ الاي تي ام. هم مش خواجات ولا ايه؟ 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 اي تي ام ايه؟ مش حالا ما كنت شغال في بنك هتفتحها ازاي؟ زي ما كنا هنفتح الخزنه نفجرها. استنى بسرعة. ايه ده؟ ما تخافيش يا حلو، ده الولاد بيتدربوا. يا نهار اسود، قنبلة فرقت وداخلة زي ما هي. امال يعني هتنتهي نهاية سعيدة وننجح مثلا؟ ما انا قايل لك من الأول مش هتتفتح. نجم عايز ايه؟ المكنة دي تخصني بقى. يا اخوك بقى. وانا ايه صوت الفرقعة دي؟ لوكي احنا مالناش دعوة ها؟ ولا كده عملنا حاجة؟ اقفل الباب. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ انتوا اللي عملتوا كده؟ ايه عملنا ايه؟ ايه اللي حصل؟ وانا ايه صوت الفرقعة دي؟ ايه ده؟ انتوا كمان صوت الفرقعة؟ برضه؟ اصل احنا وحضرتك كنا واقفين بننفذ تعليماتكم بالحرف وبنعد الفلوس زي ما قلتوا لنا، فجأة سمعنا صوت فرقعة كده مش عارف وقص بيقع، تقريبا في حد لسه حاجة في الفرن. احنا شاملين ريحة غاز من ساعة ما دخلنا. بالظبط، ممكن يكون انفجار في مصر الأم. بروح أمك أنت وهو، لو ما قلتوش اللي حصل هضربكم بالنار أنتوا التلاتة. انتهوا! احنا اللي عملناها يا شبح، احنا اللي فجرنا القنبلة، كفرنا يعني اللي موت ولا أكتر. شنو الله ادخل يا ابني اهو يلا بالراحه يا عم الشبح اسمع صوت حد فيكو هاجي اخلص عليكو يا ابني انت تقف على الباب اللي يفتح بقه اضربه بالنار في بقه حاضر يا ريس اوعى تفتكر انك مهم عشان دخلت الجيب ايه على عينك كتفين الشقاوه دي واحنا تحت صالح انت ايه اللي جابك هنا يا ابني انت مش مرفوض بقالك اسبوع يا بيه لا مرفوض ايه يا ماما انا مش مرفوض ولا حاجه انا كنت معدي جنب البنك لقيته مفتوح قلت اخش شوف عاملين ايه صح يا زيرو زيرو مين انا يا نجم احنا مش قلنا مجدي انت هتكدب عيني عينك والناس واقفه انت كنت جاي تسرق البنك يا صالح ساكت ليه ما ترد عليا ابني حرامي لا يا ماما حرامي ايه انا اقول لك انا كنت جاي عشان كنت جاي عايز ايه بس وزفت ايه طول عمرك بقول عليك وفشله من ايام الجامعه حتى وانتوا حرامية طلعتوا حرامية فشلة أنا كنت جاي أسرق البنك أنا كنت جاي أستلف فلوس أشغلها وأعمل بيها مشاريع كارد يعني وفي الآخر كنت هصدق اللي عليا البنك ولو عايزين تتكلموا مع حد اتكلموا معايا أنا زيرو ملوش دعوة وعمري مش محتاج أصلا وأنت محتاج يا صالح؟ يا ماما محتاج تقوم تسرق عشان أنت عايز كل حاجة تجيلك على الجاهز لا بتشتغل ولا ملتزم عشان كده بقالك سنتين ما اتثبتش في البنك لا انا ما اتثبتش في البنك عشان سامي بيه مستقصدني وهيودي في دماغه حسبي الله ونعم الوكيل ايوه صالح انت طول عمرك بتعمل مشاكل يا ابني انت لو كنت ركزت في شغلك زي ما ركزت في المصالح اللي انت بتعملها
كان زمانك قدرت تعمل حاجة، لكن للأسف انت دورت على الحاجة السهلة، عشان كده كنت عاوز تسرق البنك. أما انت بقى يا سي عمرو فخيبت أملي فيك. أنا عارف ظروفك كويس وعارف أبوك بيعاملك إزاي، لكن ما كنتش هتخيل إنك تلغي شخصيتك وتبقى تابع لصالح. حضرتك بتكلمني أنا؟ أنا شايفك باصص لي. أيوة بكلمك أنت. معلش بس حضرتك ممكن تعلي صوتك شوية عشان أنا مش سامع حاجة خالص؟ معلش علي صوتك علشان أنا اتطرش. أنا اتطرش يا أمك النسيم. أوعى. عاجبك منظرك ده يا صالح والفضايح اللي إحنا فيها؟ بس العيب مش عليك. العيب على يا حاجه يا حاجه يا حاجه يا حاجه يا صالح يا صالح انا ساكن عشان خاطرك انت يا وليه يا وليه انت مش شايف يا عم يا وليه يا صالح يا صالح بابا بابا الحق